يا صباح الخير. النهارده ما عندناش تمرين عشان كنت عيان، وبعدين عندنا ناس تيستد بوزيتيف للكورونا، وانا كنت حواليهم فحطوا الناس دي في حجر صحي والكلام ده كله. فانا كنت مستني يوم اتحسن عشان خاطر اعمل الفيديو ده، بس انا الحمد لله حاسس ان انا احسن. النهارده عندنا فيديو بيتكلم عن اهم 3 او 4 حاجات اتعلمتهم وانا عايش لوحدي. اوكي. عبد الرحمن سامح بطلنا بسرحه وضيفنا كمان. النهارده عندنا مفاجأة في الفطار، فول بالخلطة المصرية. اكيد مش باين. نعمل النهارده فول وبيض. للأسف مفيش طعمية، بس هحاول اتعلم ازاي اعمل طعمية. بس خلينا نيجي لأول حاجة لحد بس ما الفول يبرد شوية، هي البلاننج. انا اول كل اسبوع بقعد كده مع نفسي بقول انا عندي ايه الحاجات الاسبوع اللي جاي، وبناء عليه بنظم وقتي الاسبوع، وبعدين عندي ايه طول اليوم فهعمل ايه. يعني مثلا خلينا ناخد مثال، انا بس عارف ان انا عندي تمرين، وبعد التمرين عندي جيم، وبعد الجيم عندي كلاس، وبعد ايه مش عارف ايه. فانا اليوم اللي قبله بحضر للجيم والكلاس والتمرين والكلام ده كله، يعني بحيث انا عارف انا هاكل ايه قبل التمرين، وبعدين عارف انا هاخد معايا ايه للشنطه عشان بعد التمرين وما بين التمرين والجيم. انا بتابع مثل بيقول ما تبداش يومك قبل ما تنهيه، واف يو فيل تو بريبير يور بريفيلينج فور فيلير. فلازم اتخيل يومي كله قبلها بيوم عشان اقدر احضر لليوم بتاعي وما يبقاش عندي اي حاجه. خلصنا الفطار، طبق فاكهه معتبر. اللي يعرفني يعرف ان انا كل السناكس بتاعتي هيلثي، لان انا متاكد ان انت عشان تبدا دايت صحي الكلام ده بيبدا من السوبر ماركت. انت بتشتري ايه، بتدخل ايه البيت عندك، وبتدخل ايه جسمك قبل ما نيجي تاني نقطه، وهي التوفير. انا حاسس انها مهمه لاي حد، مش حد بس عايش لوحده. توفير بمعنى انا بس ما عملش 2 كيلو لحمه في نفس الوقت ويبوظ منهم كيلو، واعرف اكل كيلو بس. ده اتعلمته لما بدات اعيش لوحدي، عشان خاطر مفيش ماما هتجيب اكل تاني، انا اللي هجيب اكل تاني. مفيش بابا هيجيب اكل وهو راجع، لان انا اللي هجيب اكل المفروض وانا راجع. وده بيتهيألي برضه يرجع لحته البلاننج شويه. نيجي لتالت حاجه، بما ان انا بعمل غسيل دلوقتي، وهي التنظيف. انا كنت شخص نظيف وانا في مصر، بس ما كنتش اعرف اعمل حاجات التنظيف بتاعت البيت دي خالص. يعني ان انا اعمل غسيل لنفسي، الارض، اغسل الحمام، وانضف مش عارف ايه، الحاجات اللي هي الناس في مصر تجيب حد يساعدها في تنظيف البيت عشان خاطرها. الحاجات دي كلها اتعلمت ان انا اعملها لوحدي. كل الناس اتعلمتها من غير ما تعيش لوحدها، بس انا اتعلمت كده لما عشت لوحدي. وهنتكلم على اخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لي. الساعه 11، انا حاليا زهقان، حاولت اتفرج على التلفزيون مش لاقي حاجه جديده. فده متهيألي انسب وقت ان انا اقول لكم على تالت اهم حاجه اتعلمتها لما عشت لوحدي. اتعلمت ان انا اقدر وقتي مع اهلي. يعني زي ما انتم شايفين الساعه 11 انا قاعد لوحدي، من الصبح انا قاعد لوحدي لحد بالليل، شفتش مخلوق ومفيش حد عايش معايا. فانا اتعلمت ان انا اقدر الحاجات الصغيره، زي مثلا صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا حبيبي، تفطر؟ لا انا هعمل فطار، انا ليه فطار؟ طب انا هعمل لك نسكافيه، تشرب نسكافيه؟ اه كمان سكر. بتهزر طبعا، لانها عارفه انا بشرب معلقتين. دي اقدر الوقت اللي انا بقضيه مع اصحابي، تنزل القهوه او انزل بقى. اتعلمت الوقت كل يوم خميس لما اروح عند جدي ونهزر كلنا قد ايه هو حاجه انا ما كنتش حاسس بقيمتها الا لما بعدت عنها. ولما بقول لك كده مش قصدي ان انا اخليك تخاف من التجربه، لا بالعكس، هي التجربه دي انا ما كنتش خدتها ولا ما كنتش سافرت والكلام ده كله. كنت هفكس لاهلي يوم الخميس عشان خاطر يا اما اقعد في البيت يا اما انزل مع اصحابي. كنت هفكس مع اصحابي عشان خاطر عايز انام. متهيألي دي اهم حاجه انا اتعلمتها هنا، زي اقدر النعم اللي انا مش حاسس بيها بمعنى صح. وبس كده، هو ده الفلوج بتاع النهارده. احاول اعمل اي فلوجز تاني. احنا حاليا محطين في حجر صحي تاني عشان خاطر في 2 او 3 حالات عندهم كورونا. وبس.